for art never dies. مع إلي أزي على صوت الغد. مرحبا. إنه من صلب الفن الرحباني، الأخ الثالث لعاصي ومنصور وليس له ثان. القاسم المشترك بين كلامه والبحر العمق، والقاسم المشترك بين ألحانه والسماء المستوى العالي. بدار الفن العريق هو أمر الدار، وبيكفي إنه الكبير وديع الصافي صاحب أغنية أمر الدار قال له هو عم بيتمرن على الأغنية حفظني أمر الدار، لحتى نعرف إنه من صغره كان محط ثقة لكبارنا اللي غابوا. هو الأكاديمي بالاسم وبالقول وبالعمل الفني. بهالحلقة من For Art Never Dies بتطلع على الجاليات العربية من بيروت الفنان الياس الرحباني. أستاذ الياس، صباح الخير من صوت الغد. صباح النور يا حبيبي، كيف صحتكم؟ الحمد لله أستاذ، تمام. أستاذ الياس، أنت قدمت للفن أكثر من 7000 عمل موسيقي. لو كان اليوم الفن ولو كان اليوم الوضع بلبنان وبخير والدولة بخير وشركات الإنتاج بخير، كانوا هالأعمال هال7000 وأكثر بشوي كانوا دوبلوا؟ بدي أقول لك ما في شيء بيشجع بلبنان من الناحية، بقول لك بيعانوا لأنه اللي بيحكموا من أنا وعمري صغير الأمور منا مضبوطة. كنت أسمع أخوتي، أسمع الأكبر مني، أسمع الجيران، زيت المشكلة يمكن تكون لأنه ما فيش عصف، بس أما بيعرفوا قيمة الأشياء ما بيعرفوا. كانت فيروز، كانوا الأخوان رحباني، وكان الصباح، وكان وديع، وكان شيء عادي جدا بالنسبة للي بيحكموا. اللي بيحكموا ما عندهم أبدا راس يفهموا شو معنات قيمة الموسيقى. الله والموسيقى توأمان، مش أنا مخترع هاي الكون. يعني في موسيقى، الموسيقى ولدت، ما بنعرف ولدت، الله هو اللي بالنسبة لنا هو اللي بيخلق الأشياء. هو خلقها يمكن معه، لأنه لما هو عرفنا عنه كان في موسيقى بالكون، كان في موسيقى بالفضاء، كان في موسيقى بالأبعاد المليانة بهالكون أشياء حلوة. بس بلبنان دعان هالأغاني، شو بده يعمل واحد أكثر من هيك؟ أول مرة بروح تمثل لبنان بالستينات، كان عمري شي 24-25 سنة، ورحت لهونيك، أخذت معي مغني من عمري اسمه مانويل. هاي أول مرة، ورحنا لهونيك كان في 80,000 شخص عم بيحضروا، و140 أوركسترا العدد. وأنا أول مرة بدي دير أوركسترا وهالعدد كبير بالعالم، مش بأنت الياس وببيروت. ببيروت كنا معودين عنا أوركسترا يبقى 20-25 عازف ماكسيموم نسجل فيه، بس هونيك أنا كنت موظف بالإذاعة، ورحت مدري 5-6 أيام لهونيك وربحنا، طلعت بالعالم وباليابان وبأمريكا وبالدنيا كلها أنه لبنان ربح كذا، الياس رحباني ربح بالأغنية العالمية. وبس وصلت على لبنان، مش عم نطول لك لأنه هي بتضحك أكتر ما هي بتزعل، أنه المدير الإذاعة هاي شغلة صغيرة، أنه راح تجيبني من المطار، عم بيعملوا لنا إيميل، صار يخبرني على الطريق من المطار، اللي يعني أستاذ الياس رفعت راسنا. صرت فكر وحدي أنا هو عم يحكي، أنا كنت قبض 400 ليرة، قلت هلا خايف تقبض يمكن رح يزيدوا لي 25 ليرة. ورجع كل ما مشينا شوي بيقول لي حقيقة والناس كلها في الحينة، قلت أنا هاي 25 صاروا 50 ليرة، كل ساعة زيدهم شوي. بعدين الدولة كتير مبسوطة، قلت الدولة يعني لازم زيد شي 100 ليرة، صار عنا 150. وصلنا على الإذاعة، عم فتح البيت وقال لي هلأ بدي أقول لك فاجأك. قلت أنا هاي الفاجأة يعني 1000 ليرة، اختنينا. قال لي هاي دي ورقة بتقول لك إنه الدولة خصمت لك نص معاشك لأنك رحت لبنان وربحت. شو بدك؟ هاي دولة
دولة الحيوانات قام. شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ ما خلص العام الرابع شئني النفس. انا بزعل لما بدي احكي عن بلدي بهالشكل. ونحن يعني سوري عادنا كل العمر هون. انا صار لعيش لما الفرنساوية عرفوا فيي بفرنسا قالوا لي فوني طافي بولو ماينور، انت مش معمول للشرق الاوسط، انت معمول للعالم. وراحوا جيبوا لي اكبر اوركسترا، الاوركسترا تبع باريس، ما بيعطوها لحدا. شافوا العدد الهائل اللي انا عمله، قالوا لي ما في حدا عمل هالعدد ابدا ابدا بالعالم، ونحن سعيدين انه نحن بدنا نبرم نحن وياك العالم على طول. وانا انبسطت لان كان عندي محبه كبيره لفرنسا، انه لما اجى السفير بيتون هيدي من شي سنه وتلفن لي اخذ تليفوني وزعل، كانوا زعلانين كثير لانه الدوله لازم تقول من 50 سنه ما قال ولا شيء بشيء انه انا ربحان هالربح بالعالم، وعامل نشيد للفرنكوفوني ونشيد الكونغرس الامريكي. يا خيي تصور انت عندكم او باوروبا او بامريكا او شيء او شو اسمه اي دول يقولوا لبنان عامل نشيد الكونغرس. كان ارتفع، كان صار رئيس شايف حاله، بس ما بيحبوا، بيحبوا يقصدوا دائما ويقبضوا مصاري مش فارقه معهم. هذا كله، هذا كله عذاب بعذاب. لما السفير عدعاني على مركزه طلعت لعنده رفعت ايدي وقلت له بونجور ابري سان كونتون، يعني مرحبا بعد 50 سنة. اطلع هيك وضحك، ضحك شوي وكان حزين، حزين لانه ليش ما عملوا، ما خبرون عن لانه انا الشرق الاوسط كله انتم ما معكم خبر ولا حدا الا لو ما اجى الفرنسوية. وانا قلت لهم تعرفوا، قلت لهم انا عملت الشرق الاوسط كله فرنكوفوني بدون ما تجوا بدون ما تعرفوا، هاي نهاية ما توصل مثلا لدول اللي انتم اللي عندكم فيها. ولد صغير عدد الاغاني اللي راحت من هون للمغرب لمصر لكل المناطق هاي الشرق الاوسطية، كنت انا يرقصوا التانجو ويرقصوا السلوات ويرقصوا الروك وشي مني، وشي مطلعت انا 35 مغني ومغنية بعشر سنين من عمري. فكله هيدا راح دعس الخيل ماشي بالنسبة له. لما سلم علي بمنزله سدت له ايده قلت له جي ايمي لا فرانس افون مون اكزيستانس، يعني احببت فرنسا قبل وجودي. نقص طلع فيي قلت له وبدي اقول لك لما يعني يعني بعد ما كنت كبرت شوي وانا بعدني جان بعدني ولد بفيا قلت له انا بلتار دون لا فيل دو بفيا ولون باسي لتي دي غارسون دي ديفي فلاني دون لي ريو سان سوسي دي شانسون دي شارل تريني لين رينو دي شان دي ليل اي بوكو دوتر نو parvenait à travers une brume transparente mêlée aux amours naissantes de la jeunesse d'alors. Monsieur Rahbani, c'est extraordinaire comme poésie. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as بيقولوا اللي بيعطوه وسام وتكريم. وعندي من امريكا من واشنطن، وعندي من اسبانيا، وعندي من لبنان دكتوراه، ثلاث دكتوراه، وعندي اشياء كثير. بس انا مش هون، هون انا كان بدي بدل لبنان مش يجي يحتل واحد من منطقه معينه، بتعرفوا كلكم هاي الشيء اللي صار، وصار يكبوا مصاري. والشركات اللي كنت انا مسكهم كان عمري 28 سنه، EMI، باتي ماركوني، فيليبس، بوليدور، ديكا، أو أعظم كانوا شركات كنت ممثلهم بالشرقي وبالغربي بالإيطالي بالفرنساوي بالإنجليزي. كنت كله هذا مشي. اجوا بال 1990 اجى الأخ لازم يجي وحط مليار دولار، قاموا فلوا جماعة، عرفوا إنه جايين لعبة تهريب أموال وتبييض أموال، سكروا الشركات. هوديك أخذوا ناس بتغني بنات وبتعرف بيخدمون يعني للشم الهواء في نشط غير هيك وبس. ومن وقتها بلش الفن ينحدر.
1990 كان سقوط لبنان. سقوط لبنان لأنه صار ما حدث ما حدش استقلال. زي لك لما يجيك المصاري أنت وقاعد. أنت أنا شخصيا أو شيء يمكن لو إجاني أنا مصاري هيك أنا وقاعد صفي إنه أشتغل 10% بدل ما أشتغل 90-95%. أنا بشتغل هلا 100% يومية وما بسجل لأنه ما خلونا مصاري لأنه حتى الحقوق تبعنا الدولة اللبنانية قد ما في سرقة ما لهلا من 50 سنة مات عاصي منصور وفي الباشا وزكي نصيف وفي المنمربي ووديع الصاف ما شو بدي أقول لك مرة ما ولا مرة وقفوا لنا السرقة. بشير جميل لما أجا رئيس جمهورية قلت له أنا المشكلة بخمسة دقايق قال لي بكرة بوقفها. طلع على التلفزيون قال اللي بيمسك بعد سي دي وبينقلوا على سي دي يعتبر حاله محبوس على سنتين وبعد السنتين ممنوع يشتغل بهالمهنة يروح يفتش على غيره. تاني يوم والله وقف كل شيء وعيدنا وما خلونا نعيد فرحتنا انقتل مات بعد 4-5 أشهر ورجعت الأمور على السرقة والنهب. مرة فوتونا معهم على البرلمان على شيء ثلاث تجمع 4 تجمع والله وكيلك في سر بعدين بيخلصوا ضحكين وكذا وما في شيء. شو بدي أقول لك مجرد حكي بيع يعني كلام مؤسف اللي عم بحكي بدنا نكون يعني بدنا نكون عم نفرح ونضحك. أنا عندي دايما بتشوفني بفرح مع التلفزيون بخلي الناس مبسوطة بس وقت الحشرة لما أنت عم تحكيني من آخر الدنيا لازم تعرفوا هالمشاكل العيب يعني ناس انا حملت انا باللغات يعني باللغات الاجنبيه كنت حمل لبنان مش انه منغني عربي بس ما بتفهموا علينا لا عم بالانجليزي وبالتلياني وبالفرنساوي يعني هيدا هيك تروح دعام كيف شكل استاذ. هالايام كلها العالميه اللي عشتها منشوف انه انت بالرغم من انك فرع من شجره الرحابنه من عاصي ومنصور ولكن بموسيقتك في يعني نغمه وفي ميل اجنبي. هل تاثرت بالاساتذه اللي علموك مثل ميشيل بورجو اللي علمك بيانو وبرتران ميشيل بورجو اتاثرت فيهم اكثر من عاصي ومنصور هالقد رحت للعالميه وتخطيت الشرق ولبنان؟ لا مش ما دخل انا عامل عربي قدهم كلهم قد كل الشرق يعني قتلوني عيون السود وبالداوي وما مخلص شيء. انا عامل عربي سكسي يعني قد كلهم لسميرة توفي لصباح عامل 55 غنية. شو بدي لك هدى شو بدي عدل لك نسي سامي كلارك عايدة شلهوب صباح سميرة توفيق بقى لما حدا يقدر ما حدا يدخل معي ما بقى بدي اقبل خيي ما برح اقبل بقى كنت اسكت. بس انا بوقت ما عاد بقى وفي سنين بعد في سنين بقى ومع انه بمشي وسريع وبألف لهلا وبعدني اذا بتعطيني 100 مغني من اوروبا ويعطوني زيت الغناني كلهم انا اعملهم بعدني بقدر بعملهم بسرعة أكثر منهم. شوف لقديش بس يمكن يضربك أوتوموبيل يضربك ترين يضربك يا ريت يضربني ترين بكون بدولة حضارية على الليل. استاذ الله يطول بعمرك ان شاء الله ما بتمسك شعره يا رب. استاذ انت والنغمه اصحاب يعني من انت وصغير انت والنغمه بتعرف لاسراره. الاستاذ محمد عبد الوهاب مثلا كان كتير يخاف من السقع بقوله وهو مره قايل بكتاباته وحده كانت النغمه هي اللي توعيه من نص الليل اذا خطرت على باله خوفا من انه ينساها تيكتبها على ورقة تيدل متذكرة. ومثلا كمان الراحل وليد غلمية كان يقعد 6 أشهر تيألف سيمفونية وينعزل عن زوجته وعن العائلة وعن الناس كلها. تأليف الموسيقى عندك هل مخاضه كان عسير أم يسير؟ أنا بقول لكل شيء مش بدنا بيكون عندي ناس من برا وبحكيهم الحقيقة قلت له اللي بيقدر يألف بسرعة بيكون الله عطيه النعمة واللي ما بيقدر يصفل بده 2 ساعة وبده 12 شهر وكذا. انا عملت وربحت العالم كله بشو انا غنية سامي كلارك رح خبرك بال79 قاعد انا وشخصين ببيتي بأنتبيس وعم نحكي عن الحرب ما في وقت تحكيك الا الحرب. فدق الباب اجا سامي كلارك شو عندك قال لي
اجينا دعوة تانية كنا ربحنا قبل بمرة. قال لي اجينا دعوة على المانيا دغري الوعي تبعي رفض. قلت له دغري سامي انا لا ولا بروح، روح شوف واحد تاني الله يخليك، لان صار عندي ولاد وبعدين الطيران مش امين، ساعة بيخطفوا ساعة بيقولوا مش رح يرجع الطيران، فانا ما رح روح دغري. قلت لا مش هيك. قعدت عم بحكي قلت له قعد معنا اذا بدك تسمع حديثنا. قعد صرنا نحكي عن السياسة وعن كذا وعن الزعران وعن كذا. ما في اقل من ربع ساعة انا عم بحكي عم بقول له وكنا رايحين وهذا الزلمة عم نحكي بالموضوع اللبنان كذا كذا شوي. قلت له سامي 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 قرب على البيانو قرب على البيانو قدامهم كلهم. حطيت ايدي قلت له احفظ دغري دغري وراي شو بدي اقول. يا لا 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 كأنه في إله براسي الله بيعطوه عم بيقول لي يغوز تاري را 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 موري موري را را خمس دقايق خمس دقايق طلعت موري موري اللي ضربت العالم ضربت ألمانيا 55 دولة ويحا بعدها لهلأ ضارب الدنيا. بحب أقول لك أيام الحرب العالمية كل الكبار كبروا وعملوا أهم موسيقى وسمفونيات لأنه كان الحرب حرب. الحرب بيقوى الإنسان جوا بسرقات الحال جوا تيعمل أحسن. مثل ما عملت أنا دلات واحدة تقريبا 90% بلبنان بالثمانينات بآخر السبعينات والثمانينات واحدة نازل طلعت سامي شو اسمه سامي كلارك هو مظبوط سامي كلارك وبعدين طلعت باسكال وطلعت مجد الرومي وطلعت جورجيت صايغ غنت من أعمالك كمان وعايدة شلهوب غنوا من أعمالك سمير حنا صح وسامي كلارك ويعني عملت 30-35 مغني وكنت ما أوقف. فلما بيقول لك واحد أنا بدي كان هالقد وهالقد طيعظم حاله وحبيبي بعرفها فيت فيهم كلهم بدك تألف بود دغري سكر بيبي أو بحمل. هلأ صارت الأسهل بياخد السلولار بلشان ما انسى كون أنا عم سوق وبتسجل. أو قاعد نايت كلاب عم بيخبر على راسي وصهرانين عم ناكل بقول لها مرتي أنا رايح على الصلاة تعرف بياخد نايت والضج برا اي مئة هذي يحني نص غنانية ضربوا الدنيا دخلك يا طير الوروار ومن وزر كلهم بهالأثناء انا قاعد بالإذاعة موظف كن يمروا قدامي يمروا الأصحاب يمروا رئيس كذا وانا قاعد عم بكتب ومني قاعد بمطرح انه ما بيجي الناس لا فوتوا ويقدروا وانا اقدر وقف لحظة وارجع. هاي القوة اللي عندي وبشو بالأربعة يعني بالفرنساوي بالياني قعدت درست بالأسيميل صرت اكتب الأوبرا. شوف الأوبرا يا ريت بتوصلكم بس لك نزل الأوبرا بدي ابعتكم اياها بطريقة تحطوا للعالم هونيك شوفوا الأوبرا اللبنانية بس مش انه لبنانية عالمية صح هاي فينا نقولها كونية لأنه تتشوف انت القوة تصور 40-45 سنة هلأ ما حدا عم يعمل بأوروبا وأمريكا غنية أوبرا مش عيب مش عيب ما فيش غنية فرنساوي إلا غنية شو اسمها دورا فابيان وقت لغنية جتان شو بدي أخبر فيه بس أنه حقوق ما فيه فلوس ما فيه ودعان الحياة اللي ما رأيت بس تركنا فيها شغلي من بس لكن مكان أنا لازم أكون مبسوط بحياتي دائما بدي ذلل انه انا شوي عندي حزن من شان كرمال فلان وفلان وفلان استاذ. ولكن اللي بعزي هو انك قدرت من خلال الموسيقى تفرح الناس وتركت اثر ليل الناس اللي بيمرقوا بالحياة وبيتركوا اثر جميل. انت موسيقتك رح تبقى بارشيف الموسيقى العربية والعالمية من خلال الاعمال الكتير اللي قدمتها ان كانت محلية او ان كانت كونية مثل ما انت بتسميها. بدي اسمع مقطع من موري موري ونعود من بعده لاستكمال حديثنا وايضا رح نتوقف مع فاصل.
living. Daddy had a boat that he called Maury, a sailorman my father was indeed. I remember every word he told me, with his tight hands he used to hold me. He's a sailorman I am so proud of, he sailed among the oceans with a song. Maury, 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 heading us with glory, all together sailing hand in hand. Maury, 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 everlasting story, the boat that sailed our memories and our dreams. For art never dies مع إلي أزي. رجع بعد الفاصل.